اهلا بيكم اصدقاء في الجول دوت كوم وفي لايف جديد بنناقش فيه اخر مستجدات الاحداث الكرويه سواء المحليه او العالميه. ومن قليل انتهت مباراه الزمالك وبريمير دو اجوستو الانجولي بالتعادل السلبي في ختام دور المجموعات المجموعه الاولى، والزمالك طبعا كان متاهل وبالتالي اللقاء كان شبه تحصيل حاصل لان كمان بريميرو ما عندوش امل في تأهل الدور الثاني. وفي مجموعه ثانيه برضو ميلوري سان داونز اكد تفوقه وتصدر المجموعه الثالثه بعد ما كسب الوداد في مباراه مرتقبه في جنوب افريقيا، وبالتالي بقى في صدمات قويه منتظره منهم صدمين عربيين في الدور ربع النهائي في دوري ابطال افريقيا. معاكم في لايف جديد، معايا ضيفي اسلام احمد. اهلا بيك يا اسلام. اهلا بيك. وانا نادر معيد معاكم بنتابع مباراه الزمالك وبريميرو واللي انتهت بالتعادل السلبي. مباراه كانت فنيا اقل من المستوى، صح يا اسلام؟ ما خلاص يعني مباراه تحصيل حاصل، مباراه وديه تلاقي تعتبر بتتلعب النهارده لان الزمالك خلاص ضمن تاهله بشكل رسمي، يعني ما عندوش اي مشاكل. نفس الكلام بيراميدو اجوستو، عارف ان هو في الاغلب هيبقى متزايل ترتيب المجموعه او هيبقى في المركز الثالث، فخلاص برضو حظوظه في التاهل انتهت. فبالتالي المباراه ما كانش ليها اي، يعني المباراه لازم تتلعب لكن المباراه ما كانش ليها اي قيمه فنيه للفرقتين. لكن النهارده الزمالك يمكن كارتيرون حاول ان هو من التشكيل حتى كان بدايه المباراه حاول ان هو يختار العناصر اللي بقى لها فتره بعيده عن المشاركه الاساسيه. فشوفنا مثلا محمد عواد بيرجع بعد فتره من الغياب، خصوصا ان محمد ابو جبل هو اللي كان بيشارك الفتره الاخيره. شفنا اكتر من اسم زي اسلام جابر اللي بيشارك للمره الثانيه الموسم دوت لمده 90 دقيقه، شفنا كريم بومبو اللي بيشارك لاول مره في دور المجموعات في دوري الابطال مع الزمالك بعد ما شارك قبل كده في الدوري في 6 مباريات على ما اعتقد. فانت بتشوف اسماء جديده، شفنا برضو مصطفى فتحي بيبدا بشكل اساسي في المباراه. فكل العناصر ديت موجوده مع حتى غياب بقى طارق حامد ووجود محمد حسن واحمد السيد زيزو في ملعب في الارتكاز. فاحنا شفنا عناصر اول مره نشوفها في الزمالك في الوقت ده، وفي نفس الوقت كانت ممكن ما تتحلاش ليها الفرصه خصوصا في مباراه الدوري اللي هي هتبقى الاكثر في الفتره اللي جايه، وكمان مع مباراه بقى السوبر والضغط في الفتره المقبله. فبالتالي كارتيرون لعبها صح زي ما بيقولوا، خرج بمكسب اللي هو النقطه، مش هنعتبر ان هو خسران. انا غامرت لو هو كان ممكن يبقى معرض للخساره مثلا بنتيجه، لكن هو لا، هو غامر وكسب رهانه زي ما هو ممكن بنقول ان هو خرج بنقطه التعادل. لما كده كده هو ضامن المركز الثاني مفيش اي مشكله. فهو لا، انا مش خسران حاجه، انا جربت العناصر الجديده اديتها دفعه معنويه. بس في بعض الاخطاء او بعض بقى المشاكل اللي ممكن تشوفها ممكن تقول عليها ان هي مشاكل تخوفك او تخوف جمهور الزمالك. وفي نفس الوقت في برضو مشاكل تقول لا، ما هو دولت بودله، فما مش هياخد على ان هي ديت المشاكل الموجوده في الزمالك الثاني مش اساسي، فمش هتقول مثلا دي مش الزمالك مش هيقابل المشاكل دي في وقت تاني مثلا. فلما تيجي مثلا تتكلم في البدايه كده عن الكرات العرضيه، النهارده مابولولو اللي هو مهاجم بريميرو ظهر في 3 كرات عرضيه هو المتفوق والمتحكم بشكل كامل على محمد عبد السلام ومحمد عبد الغني. كورتين بالهيد، واحده عواد تصدى ليها في الشوط الاولاني، كوره في الشوط الثاني عدت جنب الايمن الشمال، وكوره في الشوط كوره في الشوط الثاني برده في الدقيقه 66 تقريبا اللي استلمها مع محمد عبد الغني وشطها صاروخ على يمين عواد ما اتحركلهاش حتى. فبتتكلم ان انت عندك الزمالك دلوقتي عنده مشكله في الكرات العرضيه. هل غياب محمود علاء دي مشكله من الاول الموسم؟ ولو رجعنا بالزمن لأهداف كتيره جدا دخلت شباك الفريق سواء في الدوري او في دوري ابطال افريقيا هتلاقي كتير منهم جدا من كور عرضيه. يعني مازيمبي تقريبا جونين كانوا من كور عرضيه، ماتش زيسكو اللي كان في زامبيا برده جون من كور عرضيه. مظبوط. والنهارده شفنا برده بالكور العرضيه معاناه برده في التمركز بتاع المدافعين تحديدا. مظبوط. فانت بتتكلم ان دي كمان مشكله موجوده وخصوصا في افريقيا كمان. يعني احنا مثلا هنا في الدوري فكره ان الفرق اللي بتهاجم الزمالك او الاهلي قليله، عكس في افريقيا انت ما عندهمش اي مشكله. فاحنا شفنا اهوت قدام مازيمبي وقدام زيسكو زي ما انت لسه قايل ان الزمالك بيعاني على المستوى الدفاعي في الكرات العرضيه. هي عموما العرضيات هي قافه الكره المصريه، يعني ده من وجهه نظري، سواء منتخب سواء اهلي زمالك اي فريق مصري بيلعب هو دايما عنده مشكله في التمركز في الكرات العرضيه. في برضو الجزئيه الثانيه ان كارتيرون كان سايب الاستحواذ والسيطره لبريميرو دو اجوستو. هل ده كان هدفه مثلا الاساسي من المباراه؟ يعني لما تيجي تبص على الاستحواذ 59 41 لبريميرو، تيجي تشوف التمريرات، عدد التمريرات بريميرو ضعف تمريرات الزمالك. التسديدات او المشاركه الهجوميه والعرضيات لبريميرو اكتر من الزمالك. فهل هو كان مثلا عايز يلعب على المرتدات؟ فدي بقى ممكن كمان المؤتمر الصحفي اللي هيبقى كمان شويه لو اتعمل نقدر يوضح فيه الاستراتيجيه. فاعتقد لا، ان كارتيرون خرج بمكسب اللي هي النقطه، لكن ما استفادش بشكل كويس من الاسماء اللي كانت موجوده. يعني ما شفتش مثلا مصطفى فتحي
عمل حاجه مختلفه. مثلا نقدر نقول ان هو ده مصطفى فتحي بتاع زمان. كريم بامبو شارك لمده تقريبا 55 دقيقه ما عملش حاجه برده تخليك تقول لا ممكن لو نزل بديل بقى في الدوري يعمل الفرق. يعني محمد عنتر بيحاول بقى خلاص. يعني محمد عنتر اللاعبين تاثروا شويه زي ما انت قلت كده باستراتيجيه كارترون في الماتش ان انا بستقبل اللعب، فبالتالي انا مش رايح عشان اكسب. يعني حتى لو بلعب بالبدلاء انا رايح العب ماتش 90 دقيقه اخلصهم وارجع عشان عندي ماتشات اهم في الدوري اللي محتاج فيه ان انا اعوض النقط اللي فقدتها. ممكن يكون ده اللي خلى تاثر بيه اللاعبين نوعا ما في الماتش، ان هو ما كانوش ايه مطلوب منهم الضغط باستمرار، مش مطلوب منهم ان هم يهاجموا طول الوقت، فبيلعب باريحيه. بالظبط، فبيلعب براحتهم. يعني رحت للجون مفيش مشكله احاول، لكن غير كده انت بتلعب احنا ايه بنحاول نامن منطقه نص ملعبنا وبندافع من ضيق المساحات. يعني كان ده الغرض الاساسي في الماتش النهارده. تمام، فاعتقد لا ان هو خلاص يعني الزمالك خرج بنقطه يعتبر هنقول ان هي مرضيه، ان انت اهم حاجه ما تخسرش بره ارضك، ودي حاجه كويسه مع عدا مع وجود البدلاء. فعشان برده ما نقعدش نتكلم في النقطه دي كتير، منافسه بقى الزمالك في دور الثمانيه هتبقى مختلفه تماما عن دور ال 16. انت واجهت فرق مثلا زيسكو كنا بنقول قبل دور المجموعات ان فريق رخم على ارضه ما بيخسرش، مثلا خسرش غير مره واحده تقريبا من 2008 على ارضه. مازيمبي فريق عملاق في القاره الافريقيه وعارف ازاي يلعب سواء على ارضه او بره ارضه، وده شفناه في ماتشين الزمالك في اربع نقط. النهارده برده بريميرو داجوستو فريق ظهر في الفتره الاخرانيه بس مش اللي نقدر نقول ان الزمالك هيقلق منه. فانت الفتره اللي جايه بقى الزمالك هيعمل ايه؟ يعني انت ممكن برضو تقول للناس الزمالك مين المرشحين اللي هم هيلعبوه في الفتره اللي جايه في دور الربع النهائي؟ كل انديه افريقيا في ملاعبها بتبقى مواجهتها صعبه جدا، وشفنا يمكن رغم الفرق الفني الكبير بين الاهلي وبين بلاتينوم، بس الاهلي لما راح زيمبابوي تعادل، لان دايما حتى فايلر قال الكلام ده في تصريحات صحفيه بعد كده ان ماتشات افريقيا بتبقى صعبه جدا بسبب الظروف اللي بنعيشها والطقس وارضيه الملعب وكل الكلام ده. طبعا بعد ما الزمالك تاهل كوصيف للمجموعه الاولى اللي تاهل بطلها مازيمبي، هيبقى قصاده ثلاث فرق يلعبهم في دور الثمانيه لما تجرى القرعه ان شاء الله يوم الاربعاء. الفريق الاول هو بطل المجموعه الثانيه، واللي هو هيكون اما الاهلي او اما النجم الساحلي التونسي او الهلال السوداني، وده هنعرفه ان شاء الله النهارده بالليل لما تختتم مباريات دور المجموعات. ونتمنى ان شاء الله باذن الله ان الاهلي يتاهل عن المجموعه الثانيه، ويتاهل ان شاء الله يعني نتمنى باذن الله ان هو يفوز في السودان. طبعا ان كان هينتظر برده نتيجه مباراه النجم الساحلي و ضيفه فريق بلاتينوم الزيمبابوي. الفريق الثاني هو بطل المجموعه الثالثه واللي هو ميلود سان داونز، واللي النهارده قدر ان هو يكسب الوداد البيضاوي وكبد الوداد اول خساره ليه في دور المجموعات، وبالتالي ميلود سان داونز برده ممكن يلاعب الزمالك في دور الثمانيه. الفريق الثالث هو الترجي حامل لقب البطوله، والفريق برده لسه ما خسرش لغايه دلوقتي في دور المجموعات، وعنده مباراه مع شباب القبائل يختتم بيها دور المجموعات. دول الثلاث فرق المرشحين اللي هيقابل منهم الزمالك واحد في دور الثمانيه. مواجهات دور الثمانيه طبعا النهارده بعد ما سان داونز كسب الوداد بقى في مواجهتين عربيتين في دور الثمانيه، واحده بين الترجي وبين احد الفرق الوصيفه، لان كل الوصفاء فرق عربية. الزمالك وصيف المجموعه الثانيه، الوداد المجموعه الثالثه، الرجاء المغربي المجموعه الرابعه. والاصطدام العربي الثاني هيكون بين بطل مجموعه الاهلي وبين برضو احد هذه الفرق الوصيفه اللي هو هيكون الزمالك او الوداد او الرجاء ان شاء الله. نتمنى باذن الله كل التوفيق النهارده للاهلي قدام الهلال في ام دولين. ناخد اسلام استاذنك بعض تعليقات اصدقائنا في الجون. الزمالك هيواجه مين يا كابتن عبد الله محمد؟ لسه قايلين دلوقتي سان داونز او الترجي او بطل مجموعه الاهلي. وطبعا في دور الثمانيه القرعه ما بتبعدش الفرق اللي بتنتمي لنفس الدوله، يعني ممكن الزمالك يلعب مع الاهلي عادي، ممكن الترجي لو النجم وصل تاني يلعبوا بعض عادي. والشرط الثاني ان ما ينفعش فريق يلعب مع فريق كان معاه في نفس المجموعه. وفي دور الثمانيه الفرق المتصدره المتاهله كمتصدره بتلعب ماتش الاياب على ملعبها، بتلعب الماتش الاول بره ملعبها وبعدين تلعب الاياب على ملعبها. يعني الترجي هيلعب الاياب على ملعبه، سان داونز على ملعبه، مازيمبي على ملعبه، وهكذا. ان شاء الله نفوز، الزمالك يكسب افريقيا والسوبر الافريقي. طبعا الزمالك عنده مباراه قويه قدام الترجي يوم 14 فبراير ان شاء الله في كاس السوبر الافريقي، مباراه يمكن عليها جدال بسبب موقف الزمالك من خوضها قدام الترجي، لكن هتبقى مباراه قويه وتحدي ناري 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 قبل دور الثمانيه، لان دور الثمانيه ان شاء الله هيبدا في نهايه شهر فبراير الجاي باذن الله. مظبوط. يمكن كمان الزمالك كان بعت القايمه من يومين عشان برده تبقى الناس متابعه. الزمالك كان بعت القايمه للاتحاد الافريقي، فممكن نشوف خلاص يعني ان الزمالك او خلاص نقدر نعرف ان في خلال الايام الجايه، وخصوصا ان في كمان مؤتمر يوم الاثنين رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور قال ان هيبقى في مؤتمر هيكشف فيه موقف الزمالك من مباراه السوبر الافريقي. فاعتقد ان هي خلاص ايام وهنبقى عارفين موقف الزمالك من المشاركه قدام الترجي بطل دوري الابطال. وهل الزمالك هيكون موجود ولا لا؟ ان شاء الله باذن الله.
الزمالك علاء عبد المنعم صديقنا بيقول الزمالك ممكن يقابل مازيمبي تاني. يعني قلنا يا استاذ علاء ان الفريق اللي بيتاهل ما ينفعش يلاعب في دور الثمانيه فريق كان معاه في المجموعه، بالتالي الزمالك ممكن يلعب اي فريق متصدر ما عدا مازيمبي اللي تاهل معاه من نفس المجموعه. محمود وهبه المحلاوي، احمد عيد عليه رمي التماس احسن من عرضيات حازم. لفت نظر النهارده اسلام ان احمد عيد بدا يتحسن، تمام، بدا يعلى، وبدا اداؤه يعني يظهر اكتر ويبدع اكتر في اداء الزمالك. اعتقد يعني من وجهه نظر الشخصيه كان من ابرز لعيبه الزمالك النهارده. هل تتفق معايا؟ لا انت عندك حق في الحته ديت، وبرده هو يعني محمود اللي كان بيتكلم بيقول لا وجهه نظر تحترم. احمد عيد ظهر النهارده بشكل كويس جدا، حتى رميات التماس ديت كانت نقطه كويسه انا كنت عايز اتكلم عليها. احنا شفنا اخطر كره للزمالك تقريبا في المباراه كلها كانت رمي التماس طويله من احمد عيد لعمر سعيد، واللي حولها براسه في اقل من يعني خطفها يعتبر وعدت من جنب القائم الايمن. اعتقد ان ديت ممكن تكون راس مال الزمالك في الفتره المقبله، نقدر نشوف منها فرص محققه للزمالك في الفتره اللي جايه، خصوصا ان هي مفيش انديه كتيره في الدوري المصري كانت بتستفيد من الكرات ديت. حتى يعني انا فاكر كان دايما المشهور بيها في انجلترا او على مستوى العالم ستوك سيتي كان في لعيب مشهور ان هو تقريبا كان هو دايما اللي بيلعب الكرات اللي هي الرميات التماس بشكل طويل بتبقى كانها اقوى من الركنيه او من العرضيه. فاعتقد ان هي نقطه كويسه جدا لو احمد عيد استثمر فيها وحاول ان هو يطور نفسه فيها تبقى مكسب كويس جدا لنادي الزمالك، خصوصا ان الزمالك عنده ناس تقدر تتعامل مع الكرات العرضيه بشكل كويس، مع عمر السعيد، مصطفى محمد النهارده كابونجو برده شارك فبرده هيبقى عنده فرصه. فاعتقد ان لا دي نقطه كويسه جدا، خصوصا برده لسه قدامه وقت شويه عقبال لما يتطور على المستوى البدني على مستوى المشاركه الجماعيه مع زمايله. فاعتقد لا ان احمد عيد هيبقى من عناصر مبشره ان شاء الله نشوفها في الفتره اللي جايه. نعم. علي قاسم برضو صديقنا بيقول المكسب الوحيد احمد عيد، ويمكن دي برضو يمكن زي ما نقول مثلا ايه يعني زي رساله تنبيه للانديه ان هتلاقي جواهر في قطاع الناشئين موجوده لو خدوا فرصه في المباريات والناس صبرت عليهم هيقدموا بشكل كويس جدا، وهيظهر ان الفريق عنده قاعده ناشئين قويه مميزه يقدر يعتمد عليها. بس مشكله الاهلي والزمالك دايما ان هم بايه بيبقوا عايزين اللعيب الجاهز اللي هو مزبوط. لسه مش محتاج وقت عشان يتاقلم، عنده خبره ويقدر يحتك على طول ينزل ماتشات ويبقى قادر ان هو يلعب في اعلى مستويات عشان الفوز مطلوب على طول عند الانديه. اكيد مع يعني مع الجمهور ما بيستناش، فبالتالي دايما الاهلي والزمالك مطلوب منهم الانتصارات بشكل دايم، حتى التعادل ما بيبقاش مرضي. يعني ممكن النهارده تشوف جماهير الزمالك هو عارف انهم تاهلوا والنتيجه مش مرضيه بالنسبه له، لكن على الاقل لما تطلع في ماتش زي ده بمكسب زي احمد عيد لما الاهلي بيطلع بكده في 2014 في 2015 باكتر من اسم زي تريزيجيه ورمضان صبحي. نعم. حتى احنا شفنا الاسماء اللي موجوده في المنتخب الاولمبي في شهر نوفمبر الماضي في كاس الامم الافريقيه للشباب. اعتقد ان كل ده بتحمس الانديه ان هي تبدا تعتمد على اللاعبين الشباب خصوصا. نعم. الاقل من 20 سنه. نعم. صديقنا محمد مصطفى باذن الله البطوله للاهلي. طبعا احنا دلوقتي عندنا بيراميدز والمصري متاهلين في الكونفدراليه، الزمالك تاهل، فاضل ان شاء الله باذن الله الاهلي النهارده قدام الهلال في ام دوران في ماتش قوي جدا جدا جدا، بس ان شاء الله رجال الريني فاينر يقدروا يحسموا التاهل من السودان. بشكرك يا اسلام. شكرا ليك يا نادر، وانا سعيد ان انا كنت معاك. انا اسعد، وان شاء الله باذن الله تكمل فرحه المصريين باذن الله ان شاء الله الاهلي كمان يتاهل النهارده، وبالتالي يبقى في اربع فرق مصريه ضمن 16 فريق هم اللي باقيين في بطولتي الكونفدراليه ودوري ابطال افريقيا بعد ما تاهل بيراميدز والمصري والزمالك. ان شاء الله الاهلي يلحق بيهم النهارده باذن الله بعد مباراه الهلال في ام دمان. شكرا ليكم، اشوفكم في لايف جديد ان شاء الله، مع السلامه.